ورجعنا لكم بعد الفاصل مع همسة جديدة وهمسة مشرقة وهمسة مضيئة. ضيفة حلقتنا النهاردة أستاذة منة فتح الله، معلم أول في مدرسة شابور الجديدة الكوم حمادة. أستاذة منة نموذج مشرف لسيدات كتير جدا. الأول أحب أرحب بضيف حلقتنا أستاذة منة، إزاي حضرتك؟ اهلا بك يا فندم، الحمد أهلا لله. بحضرتك. أستاذة منة عرفينا وعرفي السادة المشاهدين عن حضرتك أكتر، اتكلمي عن نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على من نزل عليه الوحي وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا ابن عبد الله. طبعا احنا اليوم في حضوري مع حضرتك في شهر مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعايزه اقول ان الرساله السماويه لما نزلت على خاتم الانبياء وخير الانبياء نزلت بالعلم والبناء، ويعني ولم تنزل بالجهل والدمار والخراب طبعا. فاللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الانسانيه. انا اسمي منة فتح الله محمد السايس، معلم اول الف رياض اطفال. الحمد لله رب العالمين حصلت على المعلمه المثاليه سنه 2006. جميل ما شاء الله. شاركت في مسابقه الوعي المروري على مستوى الجمهوريه سنه 2009. جميل. انضميت لحمله بطل من بلادي لتأييد سيادة الرئيس سنة 2018. جميل. انا كنت عايشة في امان يعني واستقرار غير طبيعي لحد سنة حملة بطل من بلادي. الحملة دي لما انضمت لها يعني ايه عملت عليا الضوء اكتر وسلطت عليا الضوء اكتر. ده سنة كام؟ ده سنة 2018 حملة. تمام. السنة اللي فاتت. تمام يا حبيبة قلبي. تمام. الحملة دي انا شفت منها خير كتير قوي لاهل. جميل. بلدي. اولا لما انضميت لمؤسسه الحمله لاهل بلدك ازاي قدمت لهم ايه؟ هقول لحضرتك الحمله دي لما انضميت لها كانت مؤسس الحمله واعضاء الحمله ناس محترمين جدا، ناس حريصين على حب البلد، ناس حريصين على استقرار البلد. فكنت بجيب من مؤسس الحمله واعضاء الحمله هدايا كتير ووزعها على الناس. جميل. بعد كده مدير الإدارة التعليمية دكتور إبراهيم عمر و اللهم صل وسلم وبارك عليك رسول الله، أعضاء البرلمان اتعرفوا علي بقوا يشجعوني أكتر وأكتر. النائب عاصم مرشد بيطلع شهريا 70,000 جنيه للناس اللي هم نائب عن دايرة كوم حمادة. تمام بالظبط كده. وبقت أخد ورق الأرامل والمطلقات أودي للنائب عاصم مرشد وبقى لهم سنتين بيقبضوا. النائب أحمد سليمان خليل ينظم مؤتمرات ويبعتوا لي يا منى عايزين ولادك الموهوبين في المدارس وهتعالي اعملي لنا مؤتمرات واحتفالات واروح. جميل. انا واولادي واولياء الامور ونتكرم. طبعا بنوجه لسياده النايب تحيه كبيره جدا وشكر كبير جدا من برنامج همسات مضيئه. تمام يا حبيبتي. تمام. بعد كده قدمت لهم ايه تاني بقى؟ الدكتور ابراهيم لما ابراهيم عمر مدير الاداره التعليميه لما اني مشاركه في كل المؤتمرات حتى في النقابه الاستاذ خالد شلبي نقيب المعلمين اي حفله عنده تكريم الاوائل على مستوى مركز كوم حماده يا منى هاتي ولادك المتفوقين. لدرجه حضرتك ان في مره من المرات ان الشيخ اللي كان بيحيي الحفله بتاعه اوائل الطلبه في النقابه اعتذر عن قرايه القران وقال لهم انا سمحت صوت من شابور احلى من صوتي وانا بتوجه استاذه منى بالشكر ان هي تقدم التلميذ ده. وفعلا. جميل. هو اللي احيا الحفله وكان من حسن حظ ان بنتي شيماء طالعه الاولى على الثانويه العامه وكانت بتتكرم في نفس اليوم ده معايا ما شاء الله. فالحمد لله منى السايس يعني الحمد لله مخلصه لله سبحانه وتعالى، اولا مخلصه لبلدها. يكفي ان في كوم حماده نقابه تعالي يا منى وهاتي ولادك، مؤتمرات تعالي يا منى وهاتي ولادك. اي حاجه. الحمله دي خلتني بحق الله يعني انا كنت في الاول كل اهتمامي بالشغل والبيت وبس، خلاص بقى عرفت يعني عندك وعي اكتر وفكره اكتر. جميل. عرفت قيمه مصر. عرفت يعني ايه مصر بجد. استاذه منى حضرتك شايفه مصر رايحه فين الفتره الجايه خصوصا بعد الفتنه واللي عملها المتطرف محمد علي، انت شايفه مصر رايحه فين الفتره الجايه؟ تمام. انا اولا شاركت الاول في يوم في حب مصر ورحت مع مدام سعيده حشيش، كل الشكر للست المحترمه ديت امينه المراه، كل الشكر لحزب مستقبل الوطن، كل الشكر للاستاذ الوطني عصام فايد اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رب، كل الشكر للناس المخلصين من شابور ومن كوم حماده والناس الوطنيين بجد، ناس مشرفه وجوه مشرفه وبجد بتحب البلد. رحت معاه في اليوم ده، رحت عشان اقول حاجه واحده بس. يا محمد يا علي انت واي متطرف مصر مش هتسقط، مصر لن تسقط لحاجه بسبب واحد انها ذكرت في القران الكريم، ربنا سبحانه وتعالى وصى عليها وربنا سبحانه وتعالى وصى على اهلها. حاجه ثانيه هقولها لك يا ست الكل، الرئيس ما استلمش مصر جنيف، الرئيس ما استلمش مصر سويسرا،
الرئيس ما استلمش مصر امريكا، ده استلمها تراكم 30 سنه دمار 30 سنه عايشين في دلوقتي يا ست الكل. احنا بنقوم الصبح نلاقي طابونه العيش بنجيب عيشنا، بالصبح بتلاقي ابنك يروح مدرسته، بعد الظهر بتلاقي ما ابنك يروح درسه في امان. صح. عايشين في استقرار. هو الرئيس استقرار وامن وامان، مش هنسمح والشعب المصري مش هيسمح ان احنا نرجع زي الاول نهائي. ما فيش اي فرد في البلد دي هيسمح للبلد ترجع زي ما كانت للفوضى، فوضى وفوضى عارمه. تمام. انا ابني كنت خايف ان هو ينزل الشارع، انا نفسي كنت بخاف انزل الشارع. فالامن والامان اللي احنا وصلنا ليه دلوقتي ده احنا هنحافظ عليه على قد ما نقدر، الشباب والكبار والاطفال كلنا هنحافظ عليه. تمام. فما فيش اي حد ولا الجماعه الاخوانيه ولا اي حد هيقدر ان هو يهز الامن والامان في مصر. تمام. انا عارفه ان انت تعرضتي لمشكله. هي مش مشكلة. هو بس يعني ايه، هقول لحضرتك على حاجة، انا اهلي بلدي طيبين جدا ومحترمين جدا وطنيين جدا، بس هي ايه، الفتنة نائمة لعن الله ايه من ايقظها. يعني احيانا بيبقى في غيره، هي غيره، ازاي منا توصل، ازاي منا تبقى حاجه معروفه في الحزب وده دكتور ابراهيم يشكر فيها والاستاذ خالد شلبي يشكر فيها وتبقى معروفه في كل، يعني ربنا محبب فيها خلق، ومش عشاني والله، ده عشان البلد دي وعشان انت مجتهده برضو. آه. ما هو الكل مجتهد نصيب. انت مش هتبقي قاعده في بيتك وانت بتتكرمي وبتاخدي شهادات، لا، انت مجتهده وبتنزلي وبتروحي وبتخلصي شغلك وبتعملي حاجات تانية كتير ومشتركه في احزاب وبتروحي وبتشاركي، فانت مجتهده. فكل اللي النجاح اللي بتوصليه ده بمجهودك. تمام. فانت يعني برضو يعني وضحي لي. هقول لحضرتك، انا كنت دكتور ابراهيم عمر اللي هو مدير التعليم العام بدمنهور، فلاحظ ان انا كل مؤتمر بيشوفني واخده اولاد الشابور ورايحه بيهم، بنعمل بندعم الرئيس، العيال لابسين اليونيفورم بتاع علم مصر المدرسة. سكارف احمر. يونيفورم المدرسه ولا لابسين علم مصر؟ لا، علم مصر يا روحي. مش ميز ابيض والبنطلون بلاك. حلو الكلام. ونغني اغني بقى عبد الحليم حافظ بتاعه زمان اللي هي بتاعت بقى الثوره على الروقان. تمام. فجه الدكتور ابراهيم عمر قال انا عايز اكرم مدرسه شابور الابتدائي الجديد، لانهم ناس فيهم واحده مشاركه وفعاله ومشرفه اسم البلد في كل مكان. كويس. فروحنا انا والمتابعه الاستاذه عزه اللي هي في الشؤون القانونيه تسال عن ذلك ومديره المتابعه الاستاذه عزيز، عملنا شهادات تقدير للمدرسه، لكن جميل. للاسف لان كان في وقتها امتحانات، مدير المدرسه قال لي يا منى احنا هنأجل التكريم ده دلوقتي. انا بقى بتوجه بالشكر للاستاذه طهره السيد مديره مركز شباب شابور، الاستاذ هاني شكر، الاستاذ محمد نصر. الناس ديت انا رحت لهم قالوا لي يا منى اذا كانت المدرسه مش جاهزه دلوقتي احنا تحت امرك وتحت امر شابور والمولد النبوي الشريف، ده فخر لنا كلنا. ورحت فعلا وعملت الحفله وكرموهم وكانت حفله جميله جدا. انا في ناس كتير وقفت جنبي شهاده لله، وناس كتير مخلصين ووطنيين، لو قلت يعني بلدي كلها ناس محترمين والحمد لله. تمام. سياده اللواء الفيلسوف سعد المصري، طبعا حضرتك اتكرمي كتير، فممكن تحكي لنا كده موجز عن تكريمك من سياده اللواء؟ لا، هو سياده الدكتور الفيلسوف سعد المصري انا اتصلت بيه معرفت ان هو بيكرم كده، فقلت له، قال لي اهم حاجه تكوني مبدعه بجد، عايزه اشوف شغلك يا من. وفعلا شاف شغلي وعجبه وقال بقى ايه، طبعا اعلن الحمد لله تكريمي، وبجد المجلس ده كل التحيه والتقدير ليه، لانه هو فعلا بيساعد وبينمي على تكريم الموهوبين والمبدعين. جميل. هو سيادة اللواء هو معانا مداخلة هاتفية. تمام. الو، ازاي حضرتك استاذ سعد؟ ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، مشرفنا في برنامج همسات مضيئة. لست بلواء بس، انا الفيلسوف سعد المصري رئيس مجلس علماء ومدعى مصر العرب، مش لواء. تمام. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك. استاذه منى مع حضرتك. ازيك يا استاذه منى، اخبارك؟ الحمد لله يا دكتور، ازي حضرتك؟ دايما منوره الدنيا كده، ودايما نفتخر فعلا بهمسات مضيئه، يعني البرنامج اسم على مسمى الاستاذه منى من المعلمات الفضليات، ليها شغل ملموس على ارض الواقع. احنا بصفتنا كمجلس علماء ومدعي مصر العرب دايما بنسلط الضوء على المتميزين والناس اللي ليها دور فعال ودور ايجابي في المجتمع المصري، وان يكون دوره بناء. ومن ضمن النماذج المشرفه كانت الاستاذه منى، تم تكريمها المعلم المبدع لعام 2019، ودي كانت حاجه جميله جدا. شفنا شغلها مع الاطفال والمجهود اللي كانت بتبذله مع الاطفال، وازاي انها توصل المعلومه بطريقه سلسه.
حقيقي جميل. كل الشكر والتقدير للبرنامج همسات مضيئة بتقديم سيادتك الأستاذة دعاء، ميرسي ليها كل الشكر وكل التقدير. شكرا لحضرتك يا دكتور سعد المصري، شرفتنا بمداخلتك جدا، ميرسي لحضرتك. يا رب دايما في تألق يا دكتور. طبعا دكتور سعد بيشكر في حضرتك جدا. الحمد لله الحمد لله. لا واضح ان حضرتك يعني ما شاء الله يعني الحمد لله سايبه علامه كويسه في ناس كتير. 20 سنه يا بنتي والله ما شاء 20 الله. سنه واقول لحضرتك على حاجه 20 سنه في المجال التعليمي بالظبط ومهنه رياض الاطفال اللي ما حدش يعرفه، الناس فاكرينها ان هي مهنه سهله، ده اصعب اطلاقا، ده اصعب مرحله، ومرحله التاسيس تمام. اصعب مرحله على مراحل التعليميه كلها تمام. اصعب من البرايمري ابتدائي ومن اعدادي ومن ثانوي، الرياض الاطفال دي صعبه جدا تمام. فبجد انا بحيي حضرتك على المجهود الرائع اللي انت بتبذليه. ربنا يخليك. بتتعاملي معاهم ازاي؟ اولا الطفل ده بيجي لك يعني صفحه بيضاء، وكانت في موجهه تيجي تزورنا من دمنهور تقول لي يا استاذه منى هقول لك على حاجه، قلت لها اتفضلي يا استاذه انعم له. تقول للطفل فيه 300 لمبه او 300 لمبه لازم تنوريهم، هتلاقي واحده في القرايه، واحده في الحفظ، واحده في الفهم، واحده في كذا، في الموسيقى، مفيش طفل ما فيهوش حاجه. كل طفل عنده موهبه تمام. هو بارع فيها فلازم فعلا نلقي الضوء عليها وان احنا نهتم بيها ونحاول ان احنا ننميها له، سواء الرسم سواء غنى سواء يعني في اطفال ما بتبقاش في التعليم يعني مش عايزه ان هي تحفظ وتقرا وكده بس تلاقيهم مثلا بيلعبوا رياضه كويس قوي، بيلعبوا كوره حلو جدا تمام. ففعلا كل طفل بيبقى عنده موهبه. انت برضو حضرتك بتشوفيها ازاي او بتلاحظي ازاي وبتفرقي ازاي ما بين مواهب الاطفال؟ هقول لحضرتك، هو الطفل المصري عامه من اذكى الاطفال في العالم عشان تكوني عارفه بجد والله العظيم. الطفل المصري ليه من اذكى الاطفال في العالم؟ لان ربنا سبحانه وتعالى يعني لما قال ايه اللي ان افضل خلق الله او افضل حاجه ربنا خلقها هو الانسان، فمش معقوله ربنا هيخلق انسان ويكون حاجه فيه وحشه ابدا اطلاقا. لان حتى الملائكه لما سالت ربنا بيقولوا له يعني فيما معنى ليه يا رب انت بتخلق انسان، ده احنا بنعبدك وبنسبح لك يعني ما بنعملش حاجه وحشه. قال اني اعلم وما لا تعلمون. خلص الموضوع ونزل ادم، وكان سيدنا الشيخ الشعراوي قال ان كان ادم لازم ينزل الارض بتجربه. هو ادم نزل ازاي يا ست الكل؟ مش اخطا؟ ايوه فعلا. تمام ولا لا؟ طب لما نزل والشيخ الشعراوي كان لازم قال لازم ينزل بتجربه للارض علشان احنا نتعلم ونستفيد، فاحنا طبيعي طبيعي ربنا خلقنا الحمد لله كويسين جدا، ناقص بقى ايه بقى؟ ان احنا يعني نتقي الله سبحانه وتعالى، نصفي قلبنا لبعض، نراعي يعني الناس يعني تتقي الله في بعضها كده. والله بس هقول لك على حاجه، الرئيس يعني الرئيس لما جه الرئيس تحس ان هو طيب قوي وعاوز تمام. مصر تبقى كويسه ومحتاج مننا حاجه واحده بس، ان احنا نحب بعض، واحنا هنبنيها ان شاء الله ان شاء الله. احنا معانا مداخله هاتفيه، سياده النائب خميس اسماعيل مؤسس الحمله المصريه لدعم الدوله، اهلا بحضرتك يا سياده النائب. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، مشرفنا بمداخله حضرتك في برنامج همسات مضيئه. تحت امر حضرتك يا فندم. ربنا يخليك. استاذه منى مع حضرتك. سياده المستشار ازاي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا استاذه منى. انا بشكرك جدا على مجهودك، وبجد انت من الشخصيات اللي بجد يعني بتبني البلد، انا مش هقول اكتر من غير ان حضرتك حضرتك يا رب بتبني البلد يا ريس. ممكن بقى اتكلم الناس عن اهداف الحمله واهميه الحمله بعد اذن حضرتك يعني. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا بقدم شكري للبرنامج وبقدم شكر لحضرتك. احنا اهداف الحمله المصريه لدعم الدوله للاعلام السياسي، نعم هنبنيها. نشر الوعي وتعزيز القيم الوطنيه، ابراز الانجازات التي تحققت بالفعل على ارض الواقع، إلقاء الضوء والصورة على ما تنوي الدولة القيام به، مساندة الجيش والشرطة المصرية، دعم قرارات القيادة السياسية وقرارات رئيس الجمهورية، مواجهة الفكر المتطرف والعمل على غرس روح الوطنية لدى الشباب بكافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية وغيرها من الوسائل التي تحقق تلك هذه الأهداف. من ندوات ومحاضرات ومؤتمرات وخلافه، العمل على تواصل أفكار الشباب المعتدل للقيادات السياسية، نشر الوعي والثقافة العامة، مكافحة الإرهاب والفساد والتطرف،
ومقر الحملة 102 شارع عثمان محرم الهرم، مكتب المستشار مجدي محمد عبد الرحمن. جميل، طبعا بشكر حضرتك سيادة اللواء خميس اسماعيل على مجهودك الرائع اللي بتبذله في الحملة، بجد يعني لازم حضرتك تشرفنا حلقة نقعد بقى نتكلم فيها براحتنا عن أهداف الحملة أكتر وأكتر. الإعلامي والسياسي وصاحب جريدة وقناة أخبار العالم. كويس، جميل، شرفتنا جدا يا سيادة النائب، ميرسي جدا لحضرتك. اتفضل. طبعا سيادة النائب دوره اللي بيبذله كبير جدا، فما شاء الله بجد، هو طبعا مؤسس الحملة المصرية لدعم الدولة. تمام. جميل، حضرتك مشتركة في الحملة برضو. طبعا أنا تمام. مشرف دورك عام. إيه بقى في الحملة؟ أنا مشرف عام على مركز كوم حمادة. جميل، هو دورنا في الحملة إن إحنا نفهم الناس يعني إيه دولة محتاجة للتفكير العقلي والإنسان. جميل. إحنا دلوقتي لو كل إنسان، يعني أنا هقول لحضرتك على حاجة، رئيس أوكرانيا لما مسك البلد أول ما دخل كده قال لهم لا تضعوا صوري في مكاتبكم، فأنا لست تميمة للتبركة. أنا مش تميمة للتبركة، ما تحطوش صوري في مكاتبكم. أنا مثلي مثلكم، جئت لأخدم بلدكم من أجل أولادكم، ضعوا صور أولادكم. أنتوا لو حطيتوا صور هو ده دور الإنسان المصري يا جماعة. صح. كل واحد فينا يحط صورة ابنك ولاد. هو المستقبل. أنت ربي ابنك كويس وعلمه القيم والمبادئ والأخلاق، وهو ده هيبقى المستقبل البلد. تمام، هو ده بس اللي انا عايزه اقوله. هي دور الحمله ان احنا كل واحد يحط ابنه قدام عينيه، اخوه قدام عينيه، اخته قدام عينيه. الشيخ الشعراوي قال ان لم تجد لك حاقد فاعلم انك فاشل. تمام، انا عرفت ان انت ليكي حقاد كتير وحسات كتير، احكي لنا برضو باختصار كده ايه المشاكل اللي انت تعرضت لها. لا هي مش مشاكل، بس انا هقول لحضرتك على حاجه، انا تعرضت فعلا لمشاكل، لكن هي كلها مش يعني مش هو بسبب النجاح. وانا ساعات انا جيت عليها لحظات اقول يا ريتني ما ايدت الريس، لدرجه ان انا يوم ما كنت رايحه مظاهره والله قالوا لي تاخدي طفله صغيره بنتك وتروحي بيها مظاهره، السيسي هينفعك بايه لو بنتك حصل لها حاجه؟ قلت لهم انا بنصر الحق، وطالما بنصر الحق ربنا مش هيخذلني ابدا. ده مين اللي بيقول لك كده ومين اللي بيهددك ومين اللي هم؟ مش هقول اسماء طبعا، هم يعني ايه ناس هم مش بيكرهوا البلد، هم يعني ايه، اصل هقول لحضرتك على حاجه، هو انتمائي للحمله اللي عرفني قيمه مصر. عشان تكوني عارفه، انا قبل الحمله مش ما كنت بقرا، لا انا كنت يعني في حالي كده، وكل الناس كده. ما يعني كل الناس تقول لك ايه خلينا في حالنا احسن. لكن هو انا ما حاولتيش ان انت تبلغي على الناس دي مثلا ان هم بيضايقوكي او حتى بيأذوكي، ما حاولتيش ان انت توقفيهم عند حدهم؟ لا طبعا، هم ناس اصلا يعني الحمد لله مسالمين والموضوع انتهى، وهم اخذوا يعني خلاص فهموا الموضوع، وفهموا ان ما ينفعش ان بلدنا ترجع تاني للفوضى، وفهموا انه بلدنا لازم نكمل، هنكمل يعني هنكمل، ملاش حل تاني. اصلا ذكرت في القران الكريم يا استاذه، طالما ذكرت في كتاب ربنا مين اللي من كان الله معه فمن عليه؟ اذا كان هو السيسي قال ايه؟ ذكرت في سوره يوسف ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. والرئيس قال ايه؟ ان الله معنا، خلص الكلام. صح. ان الله معنا. انت بجد نموذج مشرف، بس برضو عايزاكي تحكي لنا اكتر عن دورك في جميع الاحزاب. هقول لحضرتك على حاجه، انا لما انضميت لحمله بطل من بلاد التأييد سياده الرئيس، انا كنت بسافر كل اسبوع الحمله دي، وكنت باخد نتائج على صوره الرئيس، ونحضر مؤتمرات ونفهم الناس يعني ايه مصر، ويعني ايه مصر لازم نبنيها وكده، وازاي نحب مصر ونحافظ عليها. اهم من حب يعني اهم من اي حاجه بنعملها نحبها ازاي ونحافظ عليها، وازاي نحافظ عليها. على فكره افضل واهم حفاظ على البلد ان انا احافظ على الجيل اللي هو رياض الاطفال. تمام. واعلمه ازاي يحب مصر، وده كان دوري بقى. ان انا كنت برافو عليكي بجد، بحييكي. اخد ولاد انا لما بدرب اعمل باي حفله مش بعمل الكنترول بيحيوكي على فكره. ربنا يخليكوا يا رب. انا لما بنظم اي حفله حضرتك ربنا يعزكم، اي حفله مش بدرب مدرسه واحده، انا بدرب جميع مدارس شابوه. على ايه بقى بالظبط؟ على حب البلد. عايزه ازرع فيهم حب البلد. الرسول عليه الصلاه والسلام وهو خارج من مكه قال والله انك لاحب البلاد الى قلبي، ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت. الرسول اصلا ما كانش عايز يخرج من بلده، بس رجع لها تاني وقال لهم ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم الله. احنا بلدنا هنتمسك بيها وهنبنيها بامر الله. وهقول لك على حاجه، نحن امه ربها نور، الله نور السماوات والارض، ونبيها نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ورسولها نور، فامنوا بالله ورسوله والكتاب
والنور الذي انزل، فكيف نعيش في ظلام؟ عمرنا ما نعيش في ظلم ابدا، وربنا سبحانه وتعالى طول ما ربنا معانا وطول ما الريس معانا عمرنا ما نعيش في ظلام ابدا. استاذه منى السايس شرفتينا ونورتينا، ونموذج مشرف لسيدات كتير جدا، بحييكي من برنامج همسات مضيئه. وللاسف وقت حلقتنا خلص، وان شاء الله نبقى مع بعض فقرات ثانيه عشان للحديث بقيه. وللاسف الشديد وقت حلقتنا خلص، وانتظرونا في حلقه جديده من برنامج همسات مضيئه، والى اللقاء. ماشي.